شكون بخير على خير اموركم مزيانه كتشوفوني لابسه بحال هكا حيت اليوم غادي نمشي لاصال دي شحال ما مشيت خاصني ان شاء الله نولي نتريني المهم لبست حوايجي نوريكم باش كانت الشيء ديال لبس شي حاجه مزيره نتريني بها كنبغي نلبس حاجه واسعه التريكو هذا مسكين داير معايا مت البخير عرفت واسع وكيجيني مبرد ولابسه البنات هاد الليكين هذا تقدروا تلقاوه بحالو في اسا وكيكي وما نساوش نعالتي حيت انا البنات انا كنمشي بالنعال عاد تما كنلبس السبرديله ديالي دابا غادي نمشي نجمع حوايجي دغيا حيت لقيتوني زربانه انا غير قولوا لي فوقاش ما كنتش زربانه ديما زربانه المهم غادي نجمع حوايجي معاكم غادي ندوش حتى شعري فاش ننسى ديال لاصال غادي ندوش تما غادي ندي معايا الحويجات اللي غادي نحتاجهم تخش بالهضره المهم البنات شنو غادي ناخذ معايا غادي ناخذ معايا هاد السوربات هادي ماعرفتش صراحه واش داك شفتوها عندي المهم بحال هكا كتجي وكيجي هاد الفوقاني هذا باش فاش نخرج نلبسها دابا غادي نمشي لهاد الكسوه فهمتوا حيت مستوره ماشي مشكل المهم غادي ندي هاد السوربات هادي معايا غندي داكشي لاخر شامبوان دي ميلوغ صافي باش غادي نجمع حوايجي حيت مشى الحال ونرجع شوف هاد لا سيونس هادي خدمنا مزيان فاش قاصحه بزاف اول مره نخدم بحال هكا واش تما حيت كانت دعوه عامره راكم عارفين ما كانش فيا اللي دوش دغيا دغيا حيت انا ما كيعجبنيش ندوش دغيا دغيا دونك فاش كتكون الدعوه خاويه كندوش المهم البنات دابا غادي ندخل ندوش قولوا لي بالصحه شو ضربتها بواحد التدويشه يا سلام حيت كنت عارفه راسي الا دوشت تما فلاصل ما غاديش يقدني الوقت هما جيت حتى للدار عاد ندوش وكانت لاصال عامره عرفتوا راه كانت عامره ما يمكنش عرفتوا غادي نمشي ناكل فيا الموت ديال الجوع عرفتوا واحد الجوع راه ما يمكنش كنت كنغسل وجهي ودخلت الصابون لعيني عرفتوا هاد العين هادي راه توجعني ما فهمتش بغيت نخترع الله اعلم حتى عيني فركتها مسكينه صراحة البنات الغرض ديالي من هاد الفيديو هو انكم تشوفوا الفيديو وتحفزوا يعني نموتيفيكم ديروا شي حاجه تحركوا ما عندكش فلوس باش تدخلي لاصال سيري ضربيها بجريانتي وصاحبتك سيروا شي بارك يعجبكم توصل السبعة د العشيه لبسي حوايجك وخرجي ضربيها بجريه ولي لداركم غتحسي بديك الطاقه السلبيه ما بقاتش عندك غتحسي براسك مرتاحه باغا تجي غير للدار دوشي تاكلي وتنعسي انا البنات كيعجبني السبور كيعجبني نترياني كنحس براسي اون فورم ما كنحسش براسي فيا العجز ولا شي حاجه ماشي بالضروري لاصال تكوني سمينه باش تدخلي تريني لا البنات تقدري تكوني بحالي وداخله تريني حيت باغا تشدي الصحه ديالك باغا تزيدي تخدمي لاطاي ديالك مزيان نوضو تحركو ما تبقاوش غير جالسين انتي اللي كتشوفي فيا جالسه في بلاصتك ماشي باش ندير العشاء بغيت ندير سباغيتي مع لاصوص بلونش و لا دان فومي صافي هادشي اللي غادي ندير ما غاديش ندير شي حاجه Thank you.
غادي نبان لكم بدله حيت تعشيت. صورت لي واحد البنت على ود واحد البوكس باغا ناخذوا عليها هذه شحال وما كتبش، كل نهار كتخرج لي شي حاجه وما حد هنا بابا، وقلت غادي يوصلني. المهم قديت واحد شويه شعري دوست عليه غير من الفوق ودرت واحد شويه ديال الماسكارا وخرجت. المهم غادي نوريكم شنو خديت من عندها ونحط لكم لاباج ديالها. المهم البنات نخليكم على انبوكسين ديال هذا الشيء اللي كاين هنا. هذا هو البوكس، غتشوفوني خديت كما قلت لكم غير لا برودوي ديال اسانس حيت انا كيعجبوني بزاف لا برودوي ديال اسانس. اول حاجه نحط لكم لاباج ديال البنت هنايا. اول حاجه غادي نبدا لكم بهذا الفون دو تان. هذا الفون دو تان هذا ديجا عندي بحالو، عندي زوج بحالو وعندي واحد في نفس لا ريفيرونس، بزاف ما كينشفش الوجه. مهم ثاني برودوي اللي خديت اللي هو هذا، هذا كونسيلر حتى هو ديال اسونس. كيفاش كيجي سميتو كاموفلاج. من هادي شحال كنت باغا نجرب هذا، جامي جربته، كنت جربت واحد ديال اسونس وصراحه عجبني جاني زوين. حتى هذا جربته قبيله عرفتو عجبني بزاف، سورتو لا كولور ديالو زوينه. شي لو كنتو كتقلبوا على ماسكارا زوينه خذوا لي ماسكارا ديال اسونس. كيفاش كتجي البنات راها معروفه، هاد الغوز هادي زوينه بزاف كطلع الرموش. فوالا ها هي. من بعد البنات خديت هذا القلم هذا ديال الحجبان، ها كيفاش كيجي حتى هو ديال اسونس. هانتوما هنا كتجي فيه واحد البغوص وهنا كتجي فيه قلم ديال الحجبان، فهمتوا يعني كترسموا به حواجبكم كيفاش كيجي. وخديت اللبسيك ديالي الشهير 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 واللي ما يمكنش نستغنى عليه واللي كتسولوني عليه بزاف، هو هذا. تقدروا تلقاوه عندها في لاباج، لا ريفيرونس ديالو زوج. هذا البنات كتسولوني عليه بزاف، عرفتوا راه عندي منه شي خمسة ولا ستة ما بقيتش عاقل ولكن كنديرو بزاف بزاف. وسولتوني البنات فين تقدروا تلقاوه، غنحط لكم لاباج هنايا من تقدروا تاخذوا كاع الحوايج ديال اسونس. من بعد البنات عندي هاد لاباليت، هادي هاد لاباليت زوينه فيها واحد الالوان ترابيين. هانتوما البنات كيفاش كتجي، فوالا شوفوا لي لا كولور اللي فيها، راه ما يمكنش. انا بعدا كيحمقوني لي باليت اللي كيكونوا فيهم هاد الالوان هادو، كيكونوا ناتوريل ماشي دوك اللي فيهم الصفر والزرق والخضر داكشي مشعشع. المهم فوالا هادشي اللي خديت من عند البنت، راحت لكم هنا لاباج ديالها من تقدروا تاخذوا هادشي. قولوا ليها رحنا جينا من الطرف ديال الاحلام وصافي البنات. هادشي اللي كاينو، ما عندهاش غير هادشي ديال اسونس، عندها بزاف ديال الحوايج. دخلوا لاباج باش تشوفوا. وهكا البنات كتاخذوا بزاف ديال الحوايج خطره واحده، يعني ما تبقاوش تقلبوا على هذا فين تقدروا تلقاوه، على هذا فين تقدروا تلقاوه، فهمتوا. وكاين البنات حتى هذا البلوت هذا ديال اسونس، لا ريفيرونس ديالو 30، كيفاش كيجي لا كولور ديالو زوينه هانتوما. المهم تقدروا تلقاوه عندها، وما عندهاش غير هذا، عندها بزاف. دابا البنات غادي نمشي نكمل المونتاج ديال واحد الفيديو وصافي، غادي ندير يمكن شي ماسك ولا شي حاجه وغادي نمشي نضربها بنعسه. راني مدقدقه، راه ما يمكنش شحال دقدقت مانيش قاده نوض من بلاصتي. شوفوا لي البوكس كيفاش كيجي شحال كيوت. المهم البنات غسلت وجهي، ما طلع هنا واحد الحبوبه كتسلم عليكم. غادي نشارك معكم ماي سكين كير روتين شنو كندير. البنات غير واحد الحاجه بغيت نوضحها فاش كنوريكم بحال مثلا شي برودوي، كتوليو كنقول لكم زوين داك البرودوي، كتوليو تسولوني في لا كومونتير واش بصح زوين واش بصح هذا. فاش كنقول لكم شي حاجه في لي فيديو راها زوينه، راه زوينه ويستاهل انكم تجربوها. شي حاجه ما عجبتنيش راه كنقول لكم ما عجبتنيش والسلام عليكم. وما كنجي نحط لكم الحاجه حتى كنكون مجرباها وعارفه ديك الحاجه راه غادي تصلح ليكم. اول حاجه غادي ندير هذا السيروم هذا ديال ذا اورديناري، سميتو هيالورونيك اسيد. دونك هذا السيروم هذا زوين بزاف، كيرطب الوجه وكيخلي لكم بحال واحد ليفي بحال داير البوتوكس لوجهكم. راه ديجا شاركتو معاكم في الانستغرام، وديما كنشاركو معاكم. دونك فوالا غادي نديرو لوجهي. والله الا هاد الحبه برسطات باش من بعد ما كديرو السيروم غادي ندير لا كريم ايدغاتون. لا كريم ايدغاتون ديالي هي هادي ديال لا روش بوزي بون بي 5، كنكتب لكم هنا السميه ديالها. زوينه بزاف هادي وخصوصا البنات اللي عندهم لا تراس. انا شي مرات كيجوني حبوبات وكيخليو ليا لا تراس، فكنديرها كترطب مزيان لابو
وكتبيض لابو وكتخلي الوجه ماشي ناشف نهائيا. دابا غادي نمشي نتفرج المسلسل ديالي. المسلسل ديالي اللي كتسولوني عليه بزاف سميتو زهرة التعلوت. باش كتسولوني فاش كتفرجي كنديرو حتى حنا نتفرجو فيه كتسولوني في انستغرام. دونك غتمشيو لجوجل سيرش لجوجل غادي تكتبوا مسلسل زهرة التعلوت الحلقه واحد الا كنتو غادي تفرجوا الحلقه واحد وديروا ديروا زعما هذيك سيرش وصافي غادي يديكم بزاف ديال الفيديوهات كيخرجوا لكم بزاف ديال الفيديوهات ولتحت مكتوبه فيهم قصه عشق موقع قصه عشق وطوفيهم ودخلوا تفرجوا وفاش تكملوا الحلقه واحد هبطوا لتحت غتلقاو بزاف ديال الحلقات فهمتوا. انا شحال قدني ندوم لكم غيقولوا لي شحال قدني ندوم لكم واش انا غادي نبقى دائما نوجهكم انا ما يمكنش كنضحك معكم البنات. ايوا المهم اختي دابا غادي نمشي نتفرج يا اختي ومن بعد غادي نكتب ماي تو دو ليست. شنو هي تو دو ليست؟ هي واحد البلان كديريه لغدا ان شاء الله. بحال مثلا غدا غادي نمشي للحمام واخا انا ما غاديش نمشي للحمام غدا. بحال مثلا غادي نمشي نشري حوايج غدا ان شاء الله غادي نمشي نشري ماسكارا غدا غادي ها شنو غادي ندير ها شنو غادي ندير. كتكتبي كاع داكشي اللي باغا ديريه غدا غادي نصبن غدا غادي نسيق. كتشدي شي دفتر بحال هكا يكون صغيور اولا غير شي ورقات يكونوا عندك كتبي فيهم حطاهم قدام راسك فاش تفيقي الصباح شوفيها وغادي تعرفي شنو غادي ديري وتكون حياتك منظمه. انا اصلا علاش درت لكم هذا الفيديو هذا باش نكونوا بروداكتيف باش نحفزكم انكم ديروا بزاف ديال الحوايج باش تكون الحياه ديالكم منظمه يعني تنحيوا ديك الحياه ديالنا المنظمه نرجعوها. دونك خصكم تنظموا حياتكم واحد شويه. ايوا هادشي اللي كاين البنات دابا مشيت تفرج كما قلت لكم ومن بعد نرجع لكم. شو انا كنعيش مع المسلسل راه ما يمكنش. شو شي مرات بلا ما نحس براسي كنلقى راسي كنبكي كي شي حمقه. المهم غادي نجرب معاكم اختي هذا الماسك. هذا الماسك راه خصك ديريه وترتاح دونك غادي نشوفوا كيفاش. فهمت الكونسيبت كديروه بحال هكا وصافي كتنعسوا. دابا فهمت دونك كديروه بحال هكا وصافي وكتخليوه فوق العينين وكتنعسوا ولكن يبان لي ناشف يعني ما فيهش شي حاجه. انا ما فهمتش واش هذا هو داك الماسك اللي كينعسوا به بحال هكا يعني كديري وكتنعسي به ولا شي ماسك فيه شي فائده في العينين ما عرفت. شوفوا كي دايره من هنا. المهم انا غادي نديرو وغادي نعس صافي. المهم شوفوا انا غادي ندير هذا الماسك هذا وغادي نضرب احسن نعسه غادي نعس به ما كاين لا 20 دقيقه ولا 30 دقيقه. من بعد ما قريت البنات برا شنو كاتبين هذا الماسك هذا كتخليه 20 دقيقه فاش كديروا كتحسوا بالسخونيه عرفتوا راه كتحسوا بحال شي حاجه سخونه محطوطه فوق عينيكم. داكشي علاش كاتبين هنا ريلاكسين يعني كيخلي العينين مغلاكسين كيعطيكم الراحه لعينيكم. دونك خليوه 20 دقيقه وحيدوه. هادشي اللي كاين ما نساوش انكم تابوناو في لاشين ديروا جيم مهم ما نخافش عليكم ودخلوا الانستغرام ديالي خلي لكم هنايا. تهلاو ليا فراسكم. باي باي.